كان تقريبا لمدة ديال 20-25 سنة. أنا كنت كنادي بهاد النظام اللي هو النظام محافظة على البيئة 93، وكنا درنا بحث وشفنا يعني كيف كنسميوه حنايا لي روجي ولا لي زيفليون على الحوض الدراسة تما في مدينة فاس بالمعية ديال أساتذة باحثين، ودرنا بحوث وخدينا عينة تقريبا ديال اليوم واحد ديال المياه اللي كتدخل في التحويل اللي هي تقريبا 50 متر كوب، وشفنا لي روجي يعني في المختبر، وشفنا بلي ان ما كاينش واحد الامباكت نيجاتيف على البيئه. كاين كنسموه حنا لي زيدي روسي، هو الماده هي اللي تصدر 100%. وانا كنقول علاش يعني لو كونسوماتور ماروكان اي نو بروفيت با من هذا يعني النوعيه ديال الماده اللي كتصنعها. علاش دائما كاين واحد كنسميوه حنايا ايكار اللي كيبقى في السوق المحليه، هي الماده كتبقى ماده وحده يعني غير يعني لي كريتير كيتبدلوا. يعني الا كان البرودوي شويه ينو ريبون با او نورم ديال لا كليونتيل اوروبيان تنفضلوا تبقى هنا، ولكن كيبقى نفس الماده هي غير الشكل يعني العين اللي شويه كتشوفها ديال كتغير فيها. ولكن حنايا كنقولوا هذه الماده للسوق الاوروبيه للسوق العالميه 100%.